بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا خلاص بقينا في فصل الشتاء، يعني جفاف البشرة وتقشير للبشرة، فاحنا دايما عايزين نرطب بشرتنا علشان بشرتنا ما يحصلهاش اي جفاف، وخصوصا في فصل الشتاء. فانا ان شاء الله النهاردة هعمل لكم وصفة حلوة جدا لتفتيح وترطيب البشرة وتنعمة والتخلص خالص من اي جفاف ممكن يحصل لبشرتنا، بحاجات ومكونات سهلة جدا جدا موجودة عندنا في كل بيت. يلا بينا نبدأ ونشوف اول مكون معاه. اول مكون يا بنات المغذي جدا للبشرة والحلو جدا للبشرة اللي هو اللبن الحليب او اللبن المجفف، هناخد منه معلقة بالشكل ده. ده طبعا بيعمل تفتيح فوري للبشرة. تاني مكون معايا يا بنات هيكون نص معلقة كده من جل الصبار او جل الالوفيرا، طبعا ده متوفر عند العطارين وفي الصيدليات وعند المحلات بتاعت مستحضرات التجميل. هضيف عليهم كمان نص معلقة من العسل النحل الطبيعي زي ما احنا شايفين كده، نص معلقة من العسل هسيبه كده ينزل، هو طبعا كان في التلاجة عندي فتلاقيه جامد شوية، هينزل وهقلب المكونات مع بعض زي ما احنا شايفين كده يا بنات. هقلبهم كويس جدا لحد ما احصل على قوام كريمي، ولو لقيت القوام لسه مش قد كده ممكن اضيف جل صبار او عسل على حسب ما هضيف بقى. خلاص يا بنات قلبتهم، هو ده القوام اللي انا محتاجاه طبعا على بشره نظيفه. هقول لكم ازاي نستخدمه دلوقتي. على بشره نظيفه تكوني غسلاها كويس ومنشفاها، تاخدي الماسك ده وتفرديه على وشك وعلى رقبتك وعلى ايديكي كمان لو ايديكي كمان محتاجه ترطيب، وتسيبيهم حوالي تلت ساعه، وبعد كده على طول تشطفي بشرتك بميه فاتره وبعد كده بميه بارده، وعلى طول الكريم المرطب لازم ترطبي بيه البشره. الوصفة دي ممكن نستخدمها يوميا، هتخلصي خالص من جفاف البشرة، هتديكي ترطيب عالي، تفتيح كمان حلو جدا، وهتوحد لون البشرة. ده غير ان هي كمان لو عندك اي خطوط في بشرتك مع المداومة هتختفي تماما. بتمنى الفيديو يعجبك وتقومي دلوقتي تجربيه، لانه فعلا يستاهل انت تجربيه وهتدعي لي لو جربتيه. ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو وتشاركي لصاحباتك علشان يستفيدوا منه. لو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير والسلام عليكم.